بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمة معالي الرئيس نعمان، مدارس الميقات الإسلامية. أعزائي طلبة الصف الثامن، الآن نبدأ إن شاء الله تعالى بوحدة جديدة ألا وهي الإسناد. الإسناد وهو إلحاق الضمائر بالأفعال، الضمائر المتصلة. طبعا هنا سوف نتحدث بداية في هذه الوحدة عن إسناد الفعل الصحيح. إن شاء الله تعالى في السنة القادمة سوف نتحدث عن إسناد الفعل المعتل. بداية قبل أن ندخل في موضوعنا وقبل أن نتحدث عن إسناد الفعل الصحيح، لنفرق ما المقصود وما الفرق ما بين الفعل الصحيح والفعل المعتل. تمام؟ لو قلنا الفعل الصحيح، ما الفعل الصحيح؟ من اسمه فعل الصحيح هو الفعل الذي خلت حروفه الأصلية من حروف العلة. تمام؟ حروفه الأصلية، أي عندما نرجع الفعل إلى حروفه الثلاثية الأصلية يجب أن يكون خاليا من حروف العلة. وما هي حروف العلة باللغة العربية؟ هي الألف طبعا والواو والياء، هذا الفعل الصحيح. أما عن الفعل المعتل، هو الذي كان أحد حروفه الأصلية يحتوي على حرف علة واحد أو أكثر، ممكن أن يحتوي على حرف أو على حرفين، وهي الألف أيضا والواو والياء. طبعا الفعل الصحيح له أنواع، والفعل المعتل أيضا له أنواع. فأنواع الفعل الصحيح هو الفعل الصحيح السالم، وهو الفعل المهموز والفعل المضاعف. ما المقصود بالفعل المهموز؟ وهو الذي يحتوي على همزة، سواء كانت بأول الكلمة مثل أكل، وسطها مثل سأل، آخرها مثل ملأ. الفعل المضعف وهو الذي يحتوي على شدة، أي كان أحد حروفه مضعفة. طبعا الفعل المضعف هناك نوعان، مضعف ثلاثي مثل صد، أي عدد حروفه ثلاثة مثل شدة، عد، رد، فك، مد إلى غيرها. أما الرباعي وهو الذي يحتوي على أربعة أحرف، كل حرفان متشابهان مثل زلزلة، انظر زلزلة عدد حروفه أربعة، كل حرفين متشابهين، الزاي مع الزاي واللام مع اللام، هذا أسميه باللغة العربية مضعف رباعي. ما اسمه؟ مضعف رباعي. أيضا مثل رقرقة، هي الراء مع الراء والقاف مع القاف، مثل عسعسة، أيضا مثل وسوسة. انظر جيدا، إذا المضعف هو نوعان، ثلاثي ورباعي. أما السالم وهو الذي لا يحتوي على همزة ولا يحتوي على شدة. تمام؟ مثل شرب، ضرب، كتب، سعل إلى غيرها أيضا من بقية الأفعال. أما عن الفعل المعتل، قلت الذي احتوت حروفه الأصلية على أحد حروف العلة. انظر، قلت أصلية يعني يجب أن ترجع الفعل إلى أصله. تمام؟ يعني إذا كان مضارع يجب ترجعه للماضي الثلاثي. تمام؟ إذا كان يحتوي على حرف زائد يجب أنك ترده أيضا إلى أصله. تمام؟ وهي أيضا ثلاث أنواع، هي عفوا أربعة أنواع، نسيت أني أكتب الرابع. تمام؟ الآن زودكم به. مثال، تمام، وهو الذي كان حد حرف العلة في الأول، أي أوله حرف علة. أجوف، من اسمه أجوف، أي أوسطه حرف علة. ناقص، أي آخره حرف علة. تمام؟ مثال الأول مثل وعد، وثق، هيها الواو بالبداية. أجوف بالوسط مثل قام، باع، نام، بالوسط. بالآخر مثل الناقص وهو مثل سعى، نما، رمى. هناك أيضا نوع رابع من المعتل وهو اللفيف. إيش المقصود باللفيف يا ثامن؟ هو الذي يحتوي على حرفين علة. تمام؟ سواء لفيف مقرون يعني كانوا مقترنات مع بعض، أو لفيف مفروق أي متفرقات. مقرون مثل طوى، انظر ط و و، الواو مع الألف هي مقرونة حرف العلة، كوا. تمام؟ واو مع الألف. أما مفروق اللي يعني حرفين علة لكن بينهم حرف صحيح، مثل وعى، وعى، واو عين ألف. تمام؟ إذا عندي الواو مع الألف بينهم إيش؟ العين حرف صحيح. هذا اسمه صحيح، عفوا معتل، لفيف،
مفروق. إذا النوع الرابع من المعتل هو اللفيف، ومنه نوعين، لفيف مفروق ولفيف مقرون. الآن دعونا نميز بعض هذه الأفعال، سواء كانت إيش صحيحة أو سالمة، صحيح أو معتل، وأنواعها. الآن عندك الفعل يكتب، هل أنظر إلى يكتب على أنه أول حرف علي؟ لا، يكتب هو فعل مضارع، وأنا قلت لازم يجب أني أرده إلى ماضيه الأصلي. يكتب إيش ماضيه؟ كتب، إذن هو إيش؟ صحيح سالم. رسم أيضا، هل في حرف علي؟ لا، معناها هل في همزة؟ هل في تضعيف؟ لا، إذن هو صحيح أيضا سالم. بدأ، إيش احتوى على همزة؟ إذن هو صحيح مهموز. لاعب، انظر لاعب فيها حرف علي، لكن هل جميعها حروف أصلية؟ لا، ردها إلى أصلها، لاعب هي لعب، إذن أيضا صحيح سالم. نام، فيها حرف علي بالوسط، إذن هو معتل إيش؟ معتل أجوف. صاح، في الوسط، إذن هو معتل أجوف. نفس الشيء عندك سأل، نوى، سقى، صعد، سئم، ذكر. أريد منكم أنكم تحلوا هذه الصفحة على الدفتر وتزودوني فيها إن شاء الله تعالى على الخاص لو سمحتوا، تمام؟ هذه المجموعة، الثلاث مجموعات من الأفعال بدي تصنفوها إلى صحيح وإلى معتل، وأن نوعها إن كان صحيح، نوعها إن كان معتل. الآن أنا وياكم بدنا نتعرف إلى ماذا تسند هذه الأفعال. تسند هذه الأفعال زي ما قلت إلى الضمائر، وإحنا بنعرف إنها الضمائر المنفصلة ثلاث أنواع، وهذا مش جديد علينا المعلومة، إحنا أخذناها من الصف الرابع والخامس. هي ضمير المتكلم أنا ونحن، المخاطب أنت، أنتما، أنتم للمذكر، أنت، أنتما، أنتن للمؤنث، وضمير الغائب أيضا هو هما هم للمذكر، هي هما هن للمؤنث. دعونا الآن نقوم بإسناد الفعل الأول وهو الصحيح السالم. طبعا إحنا بالماضي الآن، انظر أنا بدي أتكلم، أول شيء نقوم بإسناد الماضي واستنتاج قاعدته، بعدين للمضارع بنروح استنتاج قاعدته، بعدين الأمر وأيضا نستنتج قاعدته. إذن الفعل أول شيء الصحيح السالم، وهو الفعل ماذا؟ الفعل كتب. انظر أقول أنا كتبت، إلى ماذا بني الفعل؟ إذن طبعا كتبت، إيش آخر حركة منه؟ الباء سكون، إذن بني هنا على السكون. طيب بنحن كتبنا، أيضا بني على السكون عند إسناده. إذن الفعل الماضي الصحيح السالم إلى ضمير المتكلم يبنى على السكون. طيب انظر له، هو كتب، إذن بني على إيش؟ على الفتحة. هما كتبا، أيضا على ماذا؟ على الفتحة. هي كتبت، أيضا بنيت على الفتحة. هما كتبتا، انظر على فتحة الباء، شو عليها؟ أيضا فتحة. إذن عند إسناده إلى ضمير الغائب هو وهي وهما، وأيضا هما للمؤنث، بني على الفتحة. لكن لما أسند إلى ضمير الغائب اللي هي لواو الجماعة هم، بني كتبوا، إيش حركة الباء؟ ضمة. إذن عند إسناده إلى واو الجماعة يبنى الفعل الماضي على الضم، انظر هنا. لكن لما أسند كتبنا، إيش أسند هنا الفعل؟ إيش هذه النون؟ كتبنا، هذه نون النسوة، فأيضا بني على ماذا؟ بني على السكون، واضح هنا؟ بكمل ضمير المخاطب، أنت كتبت، إذن أيضا بني على السكون. أنتما كتبتما، طلع الباء، أيضا عليها سكون. كتبتم، في أنتم، أيضا على السكون. كتبتي، أنت، أيضا سكون. كتبتما، أيضا سكون. أنتن كتبتن، أيضا سكون. إذن إذا لاحظت أن الفعل الماضي عند إسناده إلى ضمائر الرفع المنفصلة، سواء كانت المتكلم ولا المخاطب أو الغائب، عفوا إلى المتكلم وإلى المخاطب، بنيت جميعها على إيش؟ على السكون، زائد نون النسوة أيضا على السكون. لكن عند إسنادها إلى ضمير الغائب
هو وهي وهما بنيت على الفتحة، لكن عند إسنادها إلى هم بنيت على الضم. أصلا هناك في قاعدة باللغة العربية تقول أن الفعل الماضي دائما وأبدا يكون مبني على الفتح، يعني الأصل في الفعل الماضي أن يبنى على الفتح، لكن في حالات عندك استثنائية أنه يبنى على السكون عند إسناده إلى ضمير المتكلم، تمام، وضمير المخاطب هذا بني على السكون، وضمير الغائب هن، تمام، زائد أنه يبنى على الضم عند إسناده إلى واو الجماعة. إذن الأصل يبنى على الفتح، لكن هناك حالات شاذة أنه بني على السكون عند إسناده إلى ضمير المتكلم، إلى ضمير المخاطب، وإلى نون النسوة، زائد أنه بني على الضم عند إسناده إلى واو الجماعة. واضح؟ بقي هناك طبعا هذا ينطبق على الفعل الماضي الصحيح السالم والمهموز. يعني لو قلت أنا أكل، أنا أكلت، نحن أكلنا، أيضا سكون، أنت أكلت، أكلتما، أكلتم، أكلتي، أكلتما، أكلتن، وهن أكلنا. إذن أيضا إيش؟ نفس الطريقة مع الصحيح السالم ومع الصحيح المهموز بنفس الطريقة، بني على الفتح، إلا أنه عند إسناده إلى المتكلم إلى المخاطب بني على السكون، وعند إسناده إلى هم أكلوا كتب بني على ماذا؟ على الضم. واضحة يا ثامن؟ إذن هذا ما استنتجته أنا من قاعدتي أن الفعل الماضي يبنى على الفتح، إلا أنه يبنى على السكون إذا أسند إلى المتكلم إلى المخاطب إلى نون النسوة، ويبنى على الضم إذا أسند إلى وين؟ إلى واو الجماعة. هسه بقي عندي الفعل الماضي المضعف، ليش أنا أبقيته لحاله؟ لأنه شوي في تغيير، أنه أنا أحيانا طلع عندي هون الفعل الماضي الصحيح المضعف، أقول هو رد، بقي مثل ما هو صحيح مضعف، هما ردا، هل اختلف عليه الشيء؟ لا، بقي مبني على الفتح، هم ردوا، بني على ماذا؟ عفوا، بني أيضا على الضم، ردوا، هي ردت، إذن أيضا على الفتح، هما ردتا، نفس الشيء، أوكي؟ بني على الفتح، وهن، لكن طلع لما قلت هن رددنا، إيش التغيير اللي صار على الفعل هنا؟ هو أصله رد، لكن صارت معهن رددنا، إيش اللي تغير؟ التغيير حاصل هنا أني أنا فكيت التضعيف، يعني ما بقيت الشدة موجودة، اللي صار أنه رد صارت رددنا دالين، أحدهم متحرك والآخر ساكن، تمام؟ إذن أنا قمت بعملية فك التضعيف. متى فكيت التضعيف؟ انظر، معهن مع نون النسوة زائد أنا رددت، إذن أيضا فككت التضعيف، نحن رددنا، فككنا التضعيف، أنت رددت، رددتم، رددتما، ورددتم، أيضا هنا فكينا التضعيف، أنت رددتي، أنتما رددتما، أنتن رددتن. إذا التغيير عندي هون، الشيء المختلف أنا عندي بالفعل الصحيح المضعف، إني يبقى الفعل مضعفا كما هو، إلا أني أنا أفك التضعيف مع ضمير المتكلم مع ضمير المخاطب ومع نون النسوة، أفك التضعيف، لكن يبقى مع الغائب إيش؟ التضعيف كما هو، هي مع هو وهما وهم وهي وهما، لكن مع هن اللي هي نون النسوة أيضا فككنا التضعيف. إذن يفك التضعيف عند الفعل الصحيح المضعف مع ضمير المتكلم ضمير المخاطب ومع نون النسوة، لكن مع ضمير الغائب البقية هدول الخمسة إيش ماله؟ يبقى التضعيف كما هو. واضحة؟ إذن أستنتج عند الفعل الماضي عندما يسند إلى ضمائر الرفع المنفصلة أو المتصلة، تمام؟ الأصل في الفعل الماضي إنه زي ما قلت لك يبنى على الفتح، الأصل القاعدة الأصلية إنه يبنى على الفتح، لكن اللي صار عندي إنه يبنى على السكون
عند إسناده لضمير المتكلم اللي هو أنا ونحن، ضمير المخاطب اللي هو أنت وأنتما وأنتم وأنت وأنتما وأنتن، ضمير الغائب اللي هو هن. ماشي، هذا انبنى فيه على السكون. حالة بناء أخرى إنه بني على الضم لم عند إسناده إلى ضمير الغائب هم اللي هو واو الجماعة، مثل أقولهم كتبوا، بو إيش على الباء؟ ضمة، فبني على ماذا؟ على الضم عند إسناده الضمير الغائب. زائد اللي قلت لك عنه بالفعل الأخير اللي هو الفعل المضعف، إني أنا الفعل الصحيح المضعف لما أسندته إلى المتكلم أنا ونحن، المخاطب أنت أنتما أنتم، أنت وأنتما وأنتن، والغائب اللي هي هن نون النسوة، إيش عملنا بهذا الفعل؟ فكينا التضعيف، ويبقى التضعيف اللي هو الشد كما هي مع الغائب اللي هو هو هما هم وهي وهما. واضح عندي هون؟ إذن هذه الاستنتاج الأول في إسناد الفعل الماضي. إذن هنا إحنا في هاي الحصة اتعرفنا على ما المقصود بالفعل الصحيح، ما المقصود بالفعل المعتل، أنواع الصحيح وأنواع المعتل، وكيفية تقسيم الأفعال، إني أرد الفعل إلى حروفه الأصلية تمام حتى أتعرف إن كان صحيحا أم معتلا. أسندنا الفعل الصحيح تمام اللي هو السالم المهموز والمضعف، وتعرفنا على التغييرات التي حصلت عليه. بتمنى منكم أعزائي الطلاب أنكم تراجعوا القاعدة جيدا، تنتبهوا إليها، وتحلوا التدريب الأول على تدريب رقم 1 تمام من إسناد الفعل الماضي، وتزودوني فيه على الدفتر إن شاء الله تعالى، وبقية التمارين بنحلها سوا في الحصة المباشرة على الزوم إن شاء الله تعالى. استودعكم الله وأراكم في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.